اجتماع طارئ مرتقب للرئاسات الثلاث مع تحالف إدارة الدولة لمناقشة المرحلة القادمة بعد تكرار سيناريو خرق السيادة العراقية والخروج برؤية موحدة للتعامل مع الجانب الأمريكي أو أي عدوان يستهدف أمن العراق وسيادته. يعني بالتأكيد اليوم احنا ما عدنا إلا خيارات الحكومة كيف ممكن تتعامل مع هذا الحدث، واعتقد السيد رئيس الوزراء يعني لديه خطوط حقيقية للتعامل مع مثل هكذا ملفات. احنا ما عدنا إلا المفاوضات مع الطرف الآخر والأطراف الأخرى، وبالنتيجة اعتقد راح تكون الحكومة دورها هو التحرك اتجاه الولايات المتحدة من أجل إيقاف مثل هكذا اعتداءات. بيان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد كان واضحا في رغبة العراق بتنظيم وجدولة عمل التحالف الدولي عبر مباحثات مستمرة مع قوات التحالف، إلا إن الهجمات الأمريكية ستقوض نجاح المفاوضات الجارية، كما أن تحجيم العراق بجعله صندوقا لرسائل الخصوم هو أمر مرفوض وسيزيد من حدة التوتر في المنطقة. كل هذا وما سيحصل في الاجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة أعتقد هو ليوضح الرؤية أمام الجانب الأمريكي والتحالف الدولي أنه لا عودة عن أنه قرار انسحاب هذه القوات، وأيضا أن تكون احترام لهذه السيادة وهذه الدماء، وكذلك لا يجب أن يكون هنالك تعدي واستخدام يعني لغة الترهيب والسيطرة على مقدرات العراق. وبالتالي العراق اليوم في منحى جديد وهو استخدام الدبلوماسية العالية وكذلك القرار الموحد للجبهة الداخلية. يقول أعضاء تحالف إدارة الدولة وتحديدا من قوى الإطار التنسيقي إن النهج الحكومي في الرد على الاعتداءات التي تطول سيادة العراق سيكون عبر استخدام الدبلوماسية العالية والقرار الموحد بين الكتل السياسية داخليا واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع تكرار الهجمات. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في.